نعم هلا بين لك. بين نادين وماجي انا صوفتي حمراء مع كثير لا مع مع ما ماجي لا بالعكس انه بس انا يعني في اشياء بس انا كنت عم تقول انه ماجي كانه أخذ توجه لتكون احلى او تتشبه مش تتشبه لنادين يعني هلا اذا بدك بدك ونادين عم تشتغل انها تكون اكشن هي خليني اقول لك خليني اقول لك هيدي الشغله اللي كثير مهمه لو بديروا دايدنتهم شوي صغيره للي حواليهم بيعرفوا انه انا اللي عم اقوله مش من عندي جاي هيدي نقد بناء يعني اللي حواليهم لا اللي حواليهم هني هيك بيحكوا عرفت يعني انا وقت اللي بدي يكون اللي حوالي هيك عم يحكي يعني مش غلط اذا انا حكيت انا بعيد وانت عم تحكي كمخرج انا عم بحكي رايي اذا بدك رايي كمخرج في المحلات فيني رايك كمخرج مين افضل بالاداء نادين ام ماجي كمخرج بالأداء اليوم عرض عليك نص في بطلة واحدة وعندك الشركة فرضت عليك أو نادين أو ماجي هلأ الشركة فيها تفرض اللي بدها إياه بس فيني أنا معه ولا مع نادين ولا مع ماجي طيب أداء أن أداء أن من أفضل فيني أقول لهم بدي واحدة تالتة خيرا ليه في عينك على ممثلة ممكن يكون عندها حضور ليك إيه في في أمي صياح مثلا ما كانت هلأ لحد اللي المرحلة اللي وصلت لها كانت مهمة كمان جاي من عالم الجمال ام اس ايه ما عم اقول لك هلا في هي تكرار بس يصير هو ذاته عم تهرب من الجواب اللي ما اعطيتني مين افضل بالاداء التمثيلي بدي بس اسم كمخرج تمثيل ولا نجوميه تمثيل تمثيل ماجي نجوميه نادين نجوميه نادين اكيد احترامي لماجي يعني ماجي تاريخ ماجي تعبت لوصلت يعني ماجي شغله معي انا شغله معي يمكن شي عملين او ثلاثة ومن اول كانت تلميذة جامعة ماجي وقت اشتغلت معي باخر مشهد بالاربعة وتسعين يا خمسة وتسعين كانت تلميذة جامعة بقى عملت حالة بحالة مرقت بكتير محطات وجربت بسوريا اشتغلت وجربت خوالي لا جربت بكذا عمل بقى هي يعني مشوارها كان كتير تقيل يمكن هلا بحس انه عندها فشة خلق من الماضي بدي اخذ النجومية واطلع بدي انه خلص انا صار لي هلا خلص مع انه انا بغلطها بهذا الموضوع انه لا دائما في حساب لخط الرجعة بكل شيء بالحياة انه انت مالك هيدا الشغل اليوم بس بكره ممكن ما تكون ما يكون بايدك شيء لا سمح الله تخسرها مع الاسف هيدي بس نادين يا اخي اللي مساعده انها اجت من عالم الجمال يعني ملكة جمال عم تحكي مع ملكة جمال اكيد نجوميتها بلس التمثيل هي مبلشة نجمة ماجي تعبت لعملت نجمة اكيد هونيك عطبق من فضة ملعقة من ذهب وصل لها النجومية